مشاهدي الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا بالبهاء والنقاء كما أنتم. هذا ياسر العمر يحييكم في إطلالة جديدة تبحر في الصميم، وهذه المرة ربما يكون حديثنا موجع بعض الشيء وفيه حالة من حالات المكاشفة، لا سيما إن كان الحديث عن الإيدز في السعودية. أرحب بضيفي الدكتورة سناء فيلمبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرضى الإيدز. مساء الخير يا دكتورة. مرحبا، مساء النور. أشكر حضورك، أشكر يعني وقفتك حينما قلت أنك تريدين الكثير من المكاشفة، كثير من المصارحة للوقوف على حالة مرضى الإيدز في السعودية. وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، الدكتورة سناء فيلمبان قضت أكثر من 15 سنة في مجال الإيدز، تقريبا هي نص مدة المرض، مدة المرض تقريبا 30 سنة منذ لحظة اكتشافه. الدكتورة سناء قضت 15 سنة. المتعافين، المصابين، المتعايشين في الإيدز يطلقون عليها ماما سناء، إضافة إلى أن وسائل الإعلام صنفتها وأطلقت عليها لقب حارسة الإيدز. حارسة الإيدز لقب أنت تعترفين به يا دكتورة؟ أنا لقبت فيه وما عندي مشكلة طبعاً إذا أكون حارسة للإيدز، أتمنى أنه فعلاً أكون حارسة للإيدز لأنه ينتشر في المملكة. طيب دعيني أبدأ معك بشكل مباشر، بعيد عن الأرقام، بعيد عن التفاصيل. الجنس ناعم، جنس لطيف، المرأة بكينونتها بطبيعتها الهادئة تحتكين بعالم فيه حالة من حالات القسوة، في حالة من حالات الألم، في حالة من حالات الإحباط، أتحدث عن المصابين بالإيدز. كيف استطاعت مرأة أن تتعايش مع مثل هذه الصدمات، بل تحاول أن تخرج الشخص المصدوم من واقعه الأسود إلى وجه آخر مشرق؟ طبعا أنا في البداية بدأت الحكاية من أني كنت قريبة جدا لهم في فترة من الفترات قبل 15 عام عندما كنت أمارس الطب الباطني. الفترة هذه اللي قربت منهم فيها حسيت بأوجاعهم، شفت مشاكلهم، معاناتهم، آلامهم، فتأثرت كثير فيهم وحسيت قد إنهم محتاجين لمن يوقف جنبهم أقل ما فيها أنه يوفر لهم الحياة الكريمة إلى حد ما. وتعتقدين أنه هذا الأمر ما أضاف عليك عبء ومسؤولية من ناحية نفسية على أقل تقدير؟ وطبعا أكيد أنه من ناحية نفسية، لأنه تجد ناس هم بحاجة إلى العون، وأنك تحاول تقدم لهم على قدر ما تستطيع، ولكن تتمنى أنك أنت تقدر تقدم أكثر. تحاول، هي أصبح قضيتي بالحياة أنه تدعم وتوقف معهم أو تحسس الناس فيهم، تثبت وجودهم، تعطيهم حياتهم المفترض أنهم يعيشوها، موارد دخلهم، تعرف أسر، مفترض أنهم كل شخص يقوم بأسرته وأعباء أسرته، فبالتالي هو محتاج من يفتح له الباب، من يضحك في وجهه، من يدعمه، من يقول له كلمة كويسة، من يحاول أنه هو يتخطى المرحلة اللي هو ممكن يكون حاسس أنه عاجز فيها. في لغة الأرقام، كم لدينا من مصاب ومصابة بمرض الإيدز في السعودية تحديدا؟ طبعا احنا على الفترة التراكمية من خلال من عام 1984 وحتى نهاية عام 2012 ما يتعدى طبعا كلهم 5000 تقريبا مريض إلى حد ما سعودي المواطني، يعني 5000 سعودي؟ أي تقريبا. أي طبعا ما تحضرني 5300 حالة. 5300 هذا من عام 84 إلى 2012، العدد تراكمي يعني هل أتى في سنوات معينة في السنوات الأخيرة مثلا، هل قفز الرقم مقارنة بالسنوات القديمة؟ لا، آخر 3 سنوات إحنا عندنا تضاؤل في الأعداد المكتشفة كل عام تقريبا 6% عن العام الذي يسبق. 6% هذا العدد قل. أقل. نسبة انتشار المرض الأكثر أين تكمن، في أي منطقة؟ هي طبعا في المنطقة الغربية غالبا، في جدة نسبة الحالات المكتشفة هي أعلى، لكن هذا لا يعني أنه هي الحالات المكتشفة هي كل الحالات المصابة في الإيدز، لكن هي فعلا الحالات التي تم إبلاغها إلى وزارة الصحة ودخلت ضمن السجل الوطني. ولكن في نفس الوقت كمان احنا يعني أحب أركز أنه كمملكة السعودية عندنا ما زالت ضمن الدول ذات أقل نسبة في الإصابة بالمرض، وبالتالي هذا يحتاج أن احنا نركز جهدنا أكثر أن نظل ضمن هذه الأقل نسبة بين الدول العربية بالعالم عموما. طيب في تصريح قرأته لك يعني مؤخرا ذكرتي، ما أعرف أنا عطفا على الرقم اللي قلتي عندك 5300 حالة، قلتي أنه في عام 2012 عندنا 1233 حالة جديدة.
حالة مستجدة طبعا من المفترض ان هم سعوديين وغير سعوديين، ال 431 سعودي فقط من ال 1200 هذول 400. طيب خلينا نتحدث بشكل اجمالي، اذا قلنا السعوديين وغير السعوديين، غير السعوديين هم الاكثر إصابة؟ اي اكيد. كم يشكلون، كم الرقم اللي يسجل عندكم؟ اذا حسبتها 800 غير سعودي و 400 سعودي تقريبا، في الضعف تقريبا، الضعف. يعني إذا قلنا الضعف من الإجمالي 5300 حالة، يعني عندنا تقريبا كم من حالة؟ 5300 مواطنين. أنت تقولين ضعف الرقم، الضعف هذا نفترض إيه، معناته عندنا 13 حالة تقريبا، 13000 حالة غير مواطن، غير مواطنين. يعني الإجمالي ممكن نقول عن حدود 18000 إصابة بالإيدز تقريباً في السعودية تقريباً من عام 84 إلى الآن. عدد تراكمي، عدد تراكمي. ويبقى الرقم هذا قليل في تقديري. هو مش بتقديري، هو تقدير حتى المنظمات الدوليه اللي معنيه بالايدز، لانه تعتبر هذه ضمن النسب الاقل اصابه، يعني النسبه دي ما تتعدى 2 في 10,000، فما تعتبر عاليه. يعني في بعض الدول بتوصل فيها النسب الى 10% و15% من المواطنين عندهم بيحملوا الفيروس. يعني لماذا استحوذت جده تحديدا على الرقم الاعلى في الاصابه بمرض الايدز؟ هل هناك اسباب معينه؟ ليش ما قلنا مثلا الرياض؟ ليش ما قلنا الدمام؟ عسير؟ هو طبعا في عندك ممكن تقول انه قد تكون جده اكثر في الابلاغ اللي بيروح على مثلا مستشفيات او تكتشف الحالات فيها، او قد تكون نتيجه انها مثلا مفتوحه الى حد ما، انه وجود موضوع الحج والعمره والقادمين والمقيمين النظاميين والمقيمين الغير نظاميين، يظل عندك النسب اكثر يعني من الغير مواطنين اللي بيكونوا موجودين فيه. كم تستحوذ جده نسبه وتناسب؟ 40% تقريبا 40% من الحالات المبلغه خلال العام الماضي كانت من جده تقريبا. 40% تقريبا. في المرتبه الثانيه تليها الرياض. الرياض طبعا بعد كده الرياض تشكل حاجه 30، بعد كده تبدا عاد النسب الطائله مثلا بين مكه والطائف والمدينه الدمام جيزان ابها، طبعا نسب ضئيله جدا مقارنه فيها، ولكن ما زال هذا لا يعني انه الفيروس مش غير موجود داخل المدينه، موجود. طبعا انت عارف انه في حديث يدور في الاجواء خلال الثلاث سنوات الاخيره عن المقيمين غير النظاميين تحديدا، اللي يقول لك هذا مقيم غير نظامي وفي حملات ضدهم وفي محاولة تطهير المكان منهم من مختلف مناطق المملكة. ما تعتقدين هذا الموضوع كان له تأثيره السلبي على انتشار الإيدز في بعض مناطق المملكة؟ ما لهم دور موضوع الإقامة غير النظامية اللي خلف الكواليس يعملون؟ احنا خلينا نتكلم عن الاسباب الاساسيه في انتقال فيروس الايدز، هي الممارسات الغير سويه، مثلا ممارسه الجنس الغير محمي داخل وخارج اطار الزواج، مثلا عندك ممارسات لها علاقه بمشاركه في الحقن مع المخدرات في نفس الابره طبعا، بعض الامور الاخرى مثلا انتقال من الام الحامل الى الجنين. الممارسات الخطرة هذه هي لا يعني لا تكمن فقط بين فئة الغير مقيمين نظاما، يعني أي شخص معرض. النظاميين ما يسوونها يعني نظاميين؟ نظاميين وغير نظاميين، احنا مجتمع، احنا غير يعني مجتمع، لا نعتبر انه مجتمع ملائكي، موجود فينا الصح وفينا الغلط، والممارسات السلوكية الخاطئة بتحصل، وغالبا فئات هي أكثر عرضة، الممارسين يعني الممارسين لهذه الأمور هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وبالتالي تنتقل بينهم أكثر نسبة انتقال المرض، وبالتالي تتسع رقعات العدوى منهم إلى الآخرين. في تقديرك أو بناء على لغة الأرقام، الممارسات اللي عبرت عنها بالممارسات الخاطئة هي الطريقة الأولى التي ينتشر من خلالها الإيدز في السعودية؟ هي طبعا مش بس في السعودية، يعني حتى في العالم العربي وكثير حتى بالعالم الخارجي، كل الممارسين للفئة من الفئات اللي هم مختلف أفراد المجتمع للسلوكيات الخاطئة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. تجد عندك في بعض الدول مثلا اللي تنتشر فيها نسبة استخدام المخدرات، فتجد أنه عدد كبير من السكان سواء هم مواطنين أو غير مواطنين يحملون الفيروس. بعض الدول مثلا لها علاقة بانتقال العدوى بين الممارسين للجنس المتعدد الغير محمي او الجنس المدفوع الاجر. هذا له طبعا كثير من الامكانيات اللي ممكن ينتقل فيها العدوى، وخصوصا طبعا سواء كانت مع نفس الجنس او مع الجنس الاخر او مع الجنسين. كم تشكل الممارسات الجنسيه ضمن لغه الارقام لديك؟ كم النسبه اللي عندك من المصابين بمرض الايدز في السعوديه تمت اصابتهم بناء على ممارسات جنسيه؟
هي طبعا بالنسبة لآخر إحصائيات اللي هي حقت عام 2012 عندنا تقريبا 95% من الحالات اللي تم اكتشافها هي نتيجة انتقال جنسي غير محمي. 95%؟ سواء داخل نطار الزواج أو خارج إطار الزواج. تقريبا نقول 3% منهم نتيجة استخدام المخدرات، و 2% تقريبا نتيجة انتقال العدوى من الأم الحامل المصابة بالإيدز إلى الجنين. نقل الدم ما في أي ما كان فيه داخليا أو خارجيا؟ خلال عام 2012 ما كان فيه. ما كان فيه شيء. طيب هذا بحد ذاته مؤشر يعطيك استقراء لحالة الوعي الاجتماعي تجاه مرضى الإيدز. يعني أنا أعتقد أنه ملف واسع وفضفاض، وأنا أعرف أنك عانيتي الكثير في مسألة تكسير صنم الممانعة وعدم القبول والتعاطي مع مرض الإيدز. قبل هذا كله، هل عثرتي على مجموعة من الحالات التي فعلا أصيبت ظلما بدون أي سبب يذكر، أن واحد لمجرد قضاء نزوة؟ معظمهم من هذه الحالات. معظمهم اللي عندكم في الجمعية غالبيتهم يعني يحملون هذا الفصل من القصة؟ لا طبعا، في بعضهم حتى أطفال، وبالتالي لا يمكن نقول ان احنا مثلا نطلق عليهم انهم نتيجة نزوات او ممارسات يكون تقلب عن طريق الوالدة. في عندنا مثلا اشخاص قد انتقل لهم نقل الدم والفيروس من خلال نقل الدم خارج البلد نتيجة حادث مثلا. في بعضهم نساء انتقل لهم من ازواجهم وهم لا يعلمون عن الإصابة، نفس الازواج. الزوج ما يعرف انه كان مصاب وانتقل. يعني شوفي الموضوع، المشكلة أنا قاعد أتكلم بشكل مثالي، وكل ما حاولت أني أدخل وأتعمق أشعر بحالة من حالات الألم، أنه يعني واحد يقول يا أخي وش ذنبهم ذولا؟ وش ذنب المرأة هذه اللي جالسة مع زوجها ثم انتقل إلى المرض؟ كيف تتعاطون مع هذه الحالات اللي هي تصنف إنسانية، أحيانا تصنف حالة من الحالات اللي والله ما تدري إيش تقدمين لها؟ يعني أنت كأنك قضيتي على حياتها، هذا الرجل اللي نقلها المرض كأنه قضى على حياتها وانتهى أمرها. عندكم دعم سيكولوجي لهم؟ تدعمونهم نفسيا؟ تدعمونهم؟ أهم نقطة حين اكتشاف الإصابة بالإيدز أن تقدم له الدعم النفسي، أهم نقطة. ويفضل أنه يكون من شخص مصاب بالإيدز آخر، وبالتالي أنه حاسس فيه وحاسس بأوجاعه، ويستطيع أنه هو ينقل الأحاسيس هذه من خبرة خاصة فيه. صعب أنها ممكن تنتقل من خلال بس أخصائي أو ممارس صحي مثل خدمة اجتماعية أو خدمة تمريض أو غيرهم أو أخصائي نفسي. فإحنا بنأهل الحالات المصابة بالإيدز سواء داخل البلد أو خارج البلد من خلال دورات تدريبية، بحيث أن هم يكونوا الأول خطوة ممكن إحنا نشتغل فيها نقدم الدعم النفسي إلى المصاب بالإيدز المكتشف حديثا. كم من مصاب أو من أسرة، خلي الوصف الدقيق، كم من أسرة تحت مظلة الجمعية؟ طبعا موجود عندي بالتقرير فوق 500. أنا أقول لك إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية تصل إلى 16,000 بلس. 16,000 مستفيد. مستفيد طبعا احنا نتعامل مع المصاب بالايدز سواء هو او زوجته او اطفاله واسرته جميعا، لان هم كل الاسره هي بحاجه الى انه ممكن يكون احنا نقدم لها دعم نفسي او اجتماعي او ما خالف ذلك، يعني حسب الاحتياج. والمستفيدين هذول لديكم تصنيف معين لهم؟ يعني انه في عندكم فئات مثلا والله هذه فئه المتقدمين تستعينون فيهم في مساله الدعم النفسي؟ طبعا هي تختلف من هي حسب القدرات الشخصيه للشخص اذا كان مكتشف بالايدز، ولا يعني مثلا مصاب قديم او مصاب حديث، ولكن هو حسب قدرته انه هو ممكن يقدم الدعم النفسي الى الشخص المصاب بالايدز. هم بعض الحالات احنا بنختارهم اللي بنجد ان هم انقلبت الموازين عندهم وصار عندهم نظره ايجابيه وتفاؤليه وصار عندهم وضع احسن من السابق، بحيث ان هم ينقلوا خبرتهم هذه للمصاب بالايدز، وانه معناته الاصابه بالايدز هذه مش نهايه الحياه، وانه ممكن انك انت تكمل حياتك بشكل كويس، ممكن تعيش، ممكن تشتغل، ممكن تعيل اسرتك، ممكن تدرس، ممكن كل الامور الاخرى اللي يحتاجها اي فرد طبيعي في المجتمع. جيد، يعني بحد ذاته هذا انا اعتقد انه منتج يستحق انكم تفخرون فيه يا دكتوره، لكنه في المقابل انت عندك مجتمع وانت فرد من افراد هذا المجتمع. الوصم، ثقافه العار، فوبيا الايدز، هذه تسيطر علي انا قبل تسيطر على اي شخص اخر، انه في حاله من حالات القلق، التوجس، الخوف بمجرد سماع هذا المرض. هذا ما يمثل العقبة الأكبر بالنسبة للدكتورة سناء فرنبان وجمعيتها؟ شوف، حاجات الوصم والتمييز هو وضع عالمي، ولكن تشتد حدته بين الدول العربية بشكل عام،
لأنها غالبا هي مجتمعات محافظة، هي غالبا مجتمعات بترفض التعامل مع المصاب بالإيدز نتيجة ارتباط الإصابة بالإيدز بسلوكيات خاطئة. طبعا هي عقبة كبيرة جدا جدا، بحيث أنه تؤدي إلى نبذ المصاب بالإيدز من المجتمع، حرمانه من حقوقه، حرمانه من العديد من الأمور المفترض أنه هو يتمتع فيها مثل أي شخص آخر في المجتمع. هذه هي النقطة، أنه نحن محتاجين أنه نرفع الوعي الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع، بحيث أنه أي شخص مثلا أنت لو كنت في أي مكان جات سيرة الإيدز، أعوذ بالله، ما حد يبغى يسمع، ونسمع مرة ما حيسمع مرة ثانية، ونسمع ما بيتعاطف. يحتاج أن أنت توضح له الأمور، يحتاج يكون قريب، يحتاج أنه هو يطلع على الأمور بشكل مباشر، يرى أنه هذول الأفراد يحس بمعاناتهم، أنه الأشخاص هذول إذا حرموا من حقوقهم الاجتماعية قد يتحولوا في لحظة ما إلى أعداء، بحيث أنهم كمان ينقموا على المجتمع اللي نبذهم، وبالتالي يحاولوا نقل العدوى له. كل هذه الأمور بتحصل وموجودة، ولكن على قدر الإصابة النفسية اللي لدى الشخص، على قدر ما ممكن يكون أنت توفر له دعم، وممكن تحول مساره من سلبي إلى إيجابي في المجتمع. ويفترض فيكم أنكم تقدمون هذا الدعم، لكن الدعم هذا لا يستطيع أنكم تتجاوزونه إلى محيط التأثير على الرأي العام. الرأي العام، أرجع وأسألك السؤال بشكل آخر، كيف تقيمين تعاطي الرأي العام والوعي الجمعي مع مرضى الإيدز في السعودية؟ هي طبعا الفترة الأخيرة، نقول آخر سنتين ثلاثة، هو أفضل مما كان عليه في السابق. مش كان في السابق إيش كان؟ في السابق الإعلام لعب دور هام جدا في 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 إضافة الوصمة للمصاب بالإيدز، في التحيز ضده، في دفع المجتمع أن هو ينبذه. كان بيبرز المصاب بالإيدز على أنه شيء مخيف مرعب، الكل يهرب منه، ما حد يقرب منه، أنه مفترض أنه هذا الفرد ما يعيش حياة كويسة معنا. بعض الآراء كانت تقول أن احنا نشوف لهم مكان بعيد عن المجتمع، بعيد عن البلد، ونحطهم فيه، نبذ بمعنى الكلمة. طبعا لا تنسى الوضع هذا كله يأثر سلبيا على نفسية المصاب بالإيدز ضد المجتمع. والآن تحول هذا الموضوع بناء على قراءتك؟ هو ما تحول، هو يعني أفضل مما كان عليه في السابق، ولكن ما زلنا إحنا نعاني من النظرة العامة المجتمعية بالدونية لمصاب بالإيدز وأسرته. يعني لاحظ أنه كمان مثلا يرفض أنه يسكن جنب أحد مصاب بالإيدز في سكن، ممكن يرفضوا أن هم يدرسوا في مدرسة مثلا فيها طفلة مصابة بالإيدز أو طفل، ممكن ما يقبلوا يزوجوه مثلا، ما يدرس، ما يعمل، وبالذات القطاع الخاص الآن عندنا مشاكل كبيرة جدا في حرمان المصابين بالإيدز من التحق بأي وظيفة عمل ممكن يتقدموا لها. وأنت دكتورة، ما تعتبرونه حق مشروع أني أنا أخاف على نفسي أني قد تنتقل العدوى بسبب التلاصق، بسبب والله دم، وبحق مشروع أن الواحد يخاف؟ إذا الخوف من الشيء هو اللي يخليك تجهل عنه أشياء كثير، وبالتالي لكن أنت لو تسعت معرفتك بكل الطرق اللي ينتقل فيها الإيدز وأنت ابتعدت عنها، بالتالي لا يمكن يجي لك الإيدز. وطرق معروفة ومحدودة جدا جدا، يعني لا يمكن مثلا التعايش مع مصاب بالإيدز، الأكل والشرب والعمل، كل الأمور هذه ما تنقل العدوى. العدوى تنتقل في حدود معينة، الاتصال الجنسي الغير محمي، المشاركة بالمخدرات من الأم الحامل إلى الجنين، طبعا بعض الأمور الأخرى، الوخز الملوث اللي هو يعتبر منه حتى موضوع المخدرات أو أي وخز آخر. هذه الأمور كلها طالما أنت كنت بعيد عنها لا يمكن ننتقل، ممكن نأكل ونشرب معهم، ممكن نقعد معهم كذا، أفراد زينا من المجتمع. يعني إيش يفرق إنه يحمل الفيروس؟ طيب إذا أنت كنت في مجتمع، كم منهم يعلم ويتأكد إنه هو لا يحمل الفيروس؟ كثير من الناس يفتكر إنه هو بعيد عن أنه يصاب بالإيدز، وفجأة يكتشف أنه هو صار عنده الإيدز. كثير منهم حتى يقول لك أنا يمكن يكون عندي، ولكن أنا ما بدي أعرف، أحسن أني أعرف، ولا أني أعرف وأبدأ أدخل في المشاكل حقت أني أعرف أنه مثلا حتعرف اسمي، حيعرفوا أهلي، لا خليني بالوضع اللي أنا فيه وأكتمل الوضع أفضل. يعني الملفات متعددة دكتورة، وسنلج بعد الفاصل أنا وأنت وسادة المشاهدين إلى موضوع أنك أنت حارسة الإيدز في السعودية، والجوانب الشخصية التي مررت بها أثناء ممارستك لعملية هذه الرعاية العامة لمرضى الإيدز. هذه جميعها سأستكملها معك بعد فاصل قصير. إذن فاصل قصير، نواصل بعد المسير في الصميم بصحبة الدكتورة سناء ثريبان، انتظرونا. أهلا بكم من جديد في الصميم.
وهذه المرة عن الإيدز في السعودية بصحبة الدكتورة سناء فلمبان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرضى الإيدز. مرحبا بك مجددا دكتورة سناء. مرحبا. في معلومة اطلعت عليها يعني وأنا أعد للحلقة، في جانب من جوانب الغرابة أنه اكتشفت بأنك تمارسين هواية، هواية النحت. النحت طبعا، وأعتقد الناس يعرفون إيش معنى نحات. النحات يقوم بمسك معدات ثقيلة كهربائية من شار كهربائي مع أشياء كثيرة، ومعرض للضجيج، الصوت العالي بورشة عمله. فوقفت مشدوه متفاجئ، معقولة أنت يا دكتورة سناء تمارسين عملية النحت؟ هل هذا الأمر جعلك تعملين أيضا نحتك في بوابة الإيدز داخل السعودية؟ يعني هل أثر هذا المسألة عليك من ناحية تعاطيك مع هذا الموضوع؟ شكلك عملت بحث كويس. هو طبعا ما أثر، هو النحت هو نوع من التعبير عن النفس، فطبعا هي كانت هواية وطلبت أن أتعلمها من أحد النحاتين وعلمني الله يرحمه هاشم سلطان. طبعا الموضوع في النحت كهواية هو ينعكس على الأشكال اللي تنحتها، وبالتالي هو يعطيك يعني نوع من العزيمة أنك أنت تحاول أنك أنت تعبر عن الغضب اللي في داخلك إلى حد ما، أو الألم اللي تشعر فيه من خلال تداخلك بشكل قريب جدا مع مصابين بالإيدز. يعني تعتبرينها بثابة الإضافة، يعني ساعدك هذا الموضوع في هو ساعدني في نوع من التنفيس. يعني معناته أنك تشعرين تحت وطأة الضغط؟ أكيد طبعا تشعر بوطأة الضغط، لأنه أنت ما بتقدم، تحاول أنك تقدم أكثر ما تستطيع، ولكن أنت ما بتقدم المحتاجين، وإحنا فعلا علشان نحاول نحتوي انتشار فيروس الإيدز داخل البلد. تشعري بأنك وحيدة؟ أنت تقفين في وجه العاصفة؟ ما زال الناس إلى الآن يسنون أقلامهم، يسنون رماحهم، ينتظرون أي إخفاق حتى ينالون من الدكتورة سناء؟ لا، ما أشعر أني وحيدة، بالعكس أنا أشعر أني بين المتعايشين اللي عندنا في الجمعية، بين الناس اللي وقفوا معايا علشان أوصل للمكان اللي أنا فيه. الأشياء اللي يعني أتيحت لي خلال الفترة هذه، في أفراد كثير لعبوا دور مرة مهم في حياتي فيها، فما أشعر أني وحيدة، ولكن أشعر في بعض الأوقات أني أخفقت في تقديم المفترض أني أنا أقدمه للمتعايشين، أو الأمل اللي هم شايفين أنا ممكن أعمله لهم بالشكل المطلوب. الجمعية من أين تستمد أشكال الدعم؟ فقط من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا عندكم جهات أخرى ممكن تدعمكم؟ طبعا الجمعية تعتبر أحد مؤسسات المجتمع المدني، بالخارج المفترض الجمعيات تقوم على الدعم الاجتماعي من أفراد المجتمع، ولكن نتيجة الوصم والتمييز احنا لا نجد طبعا الدعم من أفراد المجتمع، ولكن نجد ونعتمد في الغالب على الدعم اللي يوفره لنا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض بعض الشركات بنسبة قليلة جدا، ولكن أفراد المجتمع يحجموا أنه ما يحب يربط اسمه بالإيدز، سواء حتى في تقديم أي خدمات أو أي معونات مادية أو معنوية أو حتى نفسية، أنهم حنطلب منهم أنهم مثلا يزوروهم، أو حتى كمان أي معونات أخرى مثلا قد تكون من بعض الأشياء المتوفرة عندهم مثلا من التجار حتى. جانب المسؤولية الاجتماعية، يعني الشركات عندنا كبيرة وكثيرة ومتعددة، ما قد تخاطبتم مع أحد هذه الجهات لترعى بعض من نشاطاتكم وتدعمكم؟ احنا خاطبنا، حتى احنا كمان احنا خاطبنا شخصيا، يعني انا اذكر الامير خالد الفيصل وقف معنا وقفه جدا كويسه، وخاطب باسم الكبار الافراد في المجتمع اللي عندهم شركات، وطلعت الخطابات باسمه. ولكن زي ما بقول لك، الوصم والتمييز الاجتماعي تجاه المصابين بالايدز يجعل هذول الافراد اللي هم قادرين ان هم يساعدوا يحجموا عن الربط اسمهم بالايدز او بجمعيه الايدز او حتى باي شيء له علاقه بالايدز. حتى بعض الموظفين تتوظف فجأة يقول لي زوجي ما خلاني ان انا مثلا اكمل لانه لها علاقه بالايدز. طيب انت مشكله، يعني الحين عفوا كانك تناقضين كلامك اللي كان قبل الفاصل، تقولين المجتمع الحين تحسن وصار في حاله من الوعي مقارنه بالسنوات الماضيه، والان تقولين انه يشعرون بحاله الوصمه والتمييز والاشياء هذه. وين الوعي؟ تقولين في وعي، ما في وعي بناء على كلامك. لا، هو في وعي طبعا، انا اقول لك هو افضل
مما كان عليه في السابق. يعني أقل ما فيها أنه الإعلام الآن ما تجد أنه كثير من الإعلاميين قد يطرحوا مواضيع تضر كثير المتعايشين بالإيدز. ما عاد في الوصمة. أنا أتكلم على الإعلام لأنه بيلعب دور هام جدا جدا في 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 نقل المعلومات أو تداول المعلومات. أنت عارف برا الإعلاميين يدربوا حتى كمان يكونوا متدرب أو متخصص فقط في مواضيع مثلا الكتابة عن الإيدز. إحنا حتى نفتقد المواضيع هذه هنا. كل ما كان الإعلام لعب دور هام في نقل الرسالة الصحيحة إلى أفراد المجتمع والدور المفترض اللي يقوموا فيه أفراد المجتمع، الوضع الإنساني للمصابين بالإيدز، حياتهم، حقوقهم، الأمور هذه كلها، إحنا مين اللي حيوصل الرسالة؟ أنت تعتمد غالبا على الإعلام، هو أفضل مما كان عليه في السابق، ولكن ما زلنا إحنا نفتقر إلى المزيد عشان حتى كمان يتواكب مع انتشار وباء الإيدز. وباء عالمي عالمي هدد دول كثير، يعني قضى على بعض الدول نتيجة، قضى على الاقتصاد وعلى على وعلى الأمور كثير تأثرت. إحنا الحمد لله بنعمة، العدد عندنا ضئيل، المصابين بالإيدز بيجدوا العلاج المجاني، دول كثير ما تجدها، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، الرعاية النفسية أفضل بكثير من ما مثلا موجود بالخارج. ولكن هذا لا يعني أنه الآخرين من أفراد المجتمع اللي بيشعروا أنهم بعيد عن الإيدز مفترض أنهم لازم يفحص نفسه، لأنه في كثير أفراد انصدم أنه مثلا هو كان مصاب بالإيدز أو اكتشف الإصابة وما كان عارف أنه مثلا مصاب بالإيدز، وبالتالي كمان نقل العدوى إلى زوجته وإلى طفله. طيب أنت تتكلمين، يعني كنت أتساءل أنه لو وضع الأمر بين يديك الآن وطالبتي أشخاص معينين بإجراء فحص الإيدز، إلى من تتوجهين تحديدا وتطالبين بأنه يفحص نفسه الآن اليوم قبل بكرة؟ إيش الأشياء اللي سواها؟ هل فقط مثلا قام بعملية ممارسات خاطئة مثلا، أو أنه يتعاطى مخدرات؟ هذول الأشخاص اللي تطالبينهم بفحص مباشر وسريع؟ طبعا أنا الأفضل أنه كل أفراد المجتمع، أن كل شخص لازم يعرف وضعه الصحي من الإصابة بالإيدز، وذلك لحماية نفسه لأنه افترض أنه يبدأ على العلاج وبالتالي يحد من تدهور الجهاز المناعي لديه، وكمان ما ينقل العدوى إلى الطرف الآخر أو الشريك الآخر سواء كانت الزوجة أو الطفل. هذا من جانب. ولكن أحب أركز أنه الممارسين للسلوكيات الخطرة هم أكثر عرضة للإصابة، وبالتالي أي أحد فيهم قد تعرض لأي من هذه الطرق المفترض أنه هو يروح يتأكد من أنه مصاب بالإيدز من عدمه. طيب أنا أفترض أني واحد منهم، نفترض جدلا، أول سؤال بيجي في بالي أنا وش اللي يضمن لي في حالة تم اكتشاف أن عندي مرض الإيدز مثلا، إن والله ما يحجرون علي صحيا، ما يشهرون فيني، إيش الضمانات اللي تقدمونها لهم؟ أنت بعيدة عنهم، أنت الآن أنت تتحدثين عن جمعية، أنا ما يبراح للجمعية، أنا بروح المستشفى صح ولا لا؟ لا لا، حتى الجمعية ممكن يجيكم في الجمعية. الجمعية كمان موجود على هو الفحص السريع، وزارة الصحة عاملة العيادات المتنقلة في أكثر من 20 مدينة موجودة، العيادات المتنقلة 5 مدن والعيادات الثابتة 20 مدينة موجودة فيها، والعيادات هذه تعمل أو مراكز المشورة والفحص الطوعي لا تأخذ أي معلومات خاصة عن الشخص، ما تأخذ أي معلومات، ما تطالب أي معلومات شخصية ولا اسمه ولا رقم بطاقته ولا هويته أو وتعمل له الفحص وتعطي له المشورة ما قبل الفحص وما بعد الفحص. لكن خدمة موجودة ولكن المستفيدين منها قليل جدا. كم بالسنة يتقدم من شخص؟ طبعا تختلف من مدينة إلى مدينة، ولكن قليل إجمالي. قليل. رقم إجمالي أبغى أعرف أنا بس. لنفترض أقول لك مثلا 2% من أفراد المجتمع اللي استفادوا من الخدمة، which is not يعني ولا شيء. الكل يشعر أنه هو بعيد عن الإصابة بالإيدز، وتستغرب أنه في أشخاص اكتشفوا إصابتهم نتيجة ممارسة خطرة واحدة من عدد من السنوات. ممكن طبعا يكون ممارس مثلا مخدرات او يعني شخص واحد مثلا، لو كانوا في مجموعه بيتشاركوا في حقنه واحده ممكن ينتقل الفيروس للمجموعه كلها. في زاويه حقوقيه، من جانب حقوقي، اذا كنت انا صاحب حلال عندي نشاط تجاري ايا كان عصبه، هل يحق لي اني امتنع عن توظيف المصاب بمرض الايدز؟ طبعا اكيد يحق لك، انت قطاع خاص يحق لك انك تمتنع، يحق لك انك تطلب فحص الايدز، ولكن هذا اشحاف بحق الاشخاص المواطنين اللي موجودين اللي هم يحتاجوا وظائف. ايش اللي يمنع انه هو يشتغل؟ هو قد يحمل الفيروس سنه واثنين وثلاثه وعشره ولا تظهر عليه اي اعراض مرضيه ولا مثلا تدهور وضعه الصحي، واذا تدهور وضعه الصحي الا انت ما حتتحمل شيء، العلاج مجاني. طيب هذا القطاع الخاص، حتى القطاع الحكومي يشترط فحص طبي قبل التقدم للوظيفه صح ولا لا؟ لا لا، بعض الفئات زي الممارسين الصحيين هذا طبعا يطلب منهم، لكن مو للكل. يعني الذين يعملون في الدوائر الحكوميه وان كان احدهم مصاب، عندكم احد مصاب بالايدز ويعمل في دائره حكوميه؟
تعرفون احد يعني؟ فيه موجود ومتعايش في دوائر حكوميه وغير حكوميه دوائر خاصه، هو مصاب بالايدز وما تعرف الاداره عنه ولا تعرف شيء، وليس من حقه ان يفصح وليس من حق الجهه الاداره ان تسأل. هذا حقه الشخصي، هذا حقه الشخصي. يعني مثلا لنفترض اني خليني اقول لك مثلا انا لو انا مصابه بالايدز، انا من حقي اني انا ما ابغى حتى اي احد من اهلي يدري، او انه مثلا ما ابغى جيراني يدري، ما ابغى مقر عملي مثلا احد يعرف فيه، ما ابغى اعاني من الوصل، ما ابغى اعاني من التمييز، ما ابغى اعاني من اي اشكاليات قد يواجهها اي فرد ما يستطيع انه يتمتع بحقه اللي يضمنوا له حقوق الانسان مثلا في التعايش الاسلامي، التضامن. الامور احنا يعني في بلد اسلامي المفترض انه احنا اكثر الناس ممكن احنا نكون نقدم لهم او نحس فيهم نقدم لهم الدعم هذا. كيف يكون في عندنا تكافل اجتماعي واحنا مثلا نحجم عن تقديمه للفئه هذه؟ كيف يكون عندنا مثلا احساس بالاخوه انه هذول افراد مجتمع زينا زيهم مفترض احنا نتمنى لهم نفس الوضع اللي احنا نعيش فيه، لانهم عندهم اطفال عندهم اسر محتاجين مدرسه محتاجين اكل محتاجين شرب محتاجين يلبسوا محتاجين يطلعوا محتاجين امور بسيطه جدا. ما تتخيل هذه قديش ممكن تاثر على رب الاسره انه ما يستطيع يوفرها لطفله. في الجمعيه استطعتم التوفيق بين يعني مصاب ومصابه؟ هل مثلا اذا مشروع الزواج بين المصابين هل تعتقدين انه مشروع ناجح، مشروع لن يضر البعد المستقبلي انه على الاقل افراد الاسره لو جاهم عيال اولاد؟ بالعكس هو مشروع ناجح كثير، وحتى بعض من دول الجوار تطلعت للموضوع هذا وحاولت انها تستفيد من الخبره عندنا فيه. احنا العدد الاجمالي اقول لك تقريبا فوق ال 100 حاله تم التوفيق بينهم بالزواج. 100 حالة توفقتم بينهما؟ بالضبط، ويتم دعمهم وتقديم الأجهزة الكهربائية لهم، تقديم بعض الأمور اللي احنا استطعنا نوفرها، طبعا إضافة إلى السلال الغذائية اللي تقدم لهم شهريا. الأطفال بنعطيهم كوبونات ألعاب، بنعطيهم ملابس، بنعطيهم أضحية العيد، بنعطيهم سفرة رمضان، بتعطيهم ملابس العيد، بتحاول أنك أنت قدر الإمكان أنك أنت تساعد. ومعظم الحالات هذه اللي تمت مثلا الإشراف على أزواجهم وكان تحت إشراف طبي خلفوا أطفال سليمين وقدروا أنهم يفتحوا بيت ويعيشوا حياة جدا كريمة ويدربوا. بنحاول نوفر لهم بعض العمل، بحاول أهلهم، بنحاول نستفيد من خدماتهم داخل الجمعية على قدر الإمكان، ولكن الحاجة هي أكبر من الوضع المتوفر. التصور الطبيعي دكتورة سناء، وصحي لي هذه المعلومة عن نفسي وعن كثير من الناس، التصور اللي في ذهنهم انه هذا مصاب بالايدز فهذا معناته الهلاك، هذا راح يموت عاجلا او اجلا. هذا المفهوم بحد ذاته، طبعا هذا بعد قدرته ومشيئه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المفهوم بحد ذاته تعتبره مفهوم صحيح ام مفهوم خاطئ؟ هل الاصابه بالايدز تعني النهايه؟ الإصابة بالإيدز لا تعني النهاية، بالعكس تحت كمان بقدرة الله أنه الشخص المصاب بالإيدز اللي مفترض أنه هو اكتشف إصابته بدري وأخذ العلاج الحديث يستطيع أنه يعيش مثله مثل أي شخص آخر. أنه الإيدز لا يحد من مثلا العمر، ولكن قد يحد من القدرة الشخصية للفرد أنه هو مقاومة الأمراض إذا ما تم البدء على العلاج المبكر والاستمرار على العلاج. في علاج؟ طبعا المملكة توفر عندنا وزارة الصحة العلاج الحديث زي أي دولة متقدمة أخرى، أفضل العلاج موجود. في أسألك بشكل آخر، في علاج ممكن أن ينهي موضوع الإيدز؟ لا يوجد علاج شافي. أوكي، يعني مثلا نفترض اللي عنده سكر أو ضغط يحتاج أنه يستمر على العلاج طول عمره. نفس الوضع بالنسبة لمصاب بالإيدز، حتى كمان الإيدز الآن يسمى مرض مزمن، يأخذ العلاج. العلاج الآن الحديث أفضل بكثير حتى من العلاجات السابقة، ما له أي مشاكل، ما له أي مضار، يستطيع أنه يأخذه ويروح على شغله زي ما بياخذ دواء أي مرض آخر، يستلزم أنه هو يأخذه يوميا أو فترة معينة. رحلة الصور التي اعتدنا أن نضعها في الصميم مع ضيفنا ونستعرضها، سنعرض عليك مجموعة من الصور التي تتقاطع مع كثير من مراحل حياة الدكتورة سناء في الإنبان، سنعرضها جميعا بعد الفاصل. أستاذنك فيه وأستاذ السادة المشاهدين، فاصل قصير نواصل من بعد المسير مع الدكتورة سناء في الإنبان، انتظروا. حياكم الله في الجزء الأخير من برنامجكم في الصميم بصحبة الدكتورة سناء فلمبان رئيسة الجمعية السعودية لمرضى الإيدز.
دكتورة سناء، في مجموعة من المحاور المتعددة المتعلقة بالمشهد السعودي وعلاقته بمرض الإيدز، لكن جرت العادة أن نختار لضيفنا مجموعة من الصور التي تتقاطع بشكل مباشر أو غير مباشر مع مسيرته وحياته ومنجزاته التي حققها في مجاله. سأشاهد أنا وأنت الصورة الأولى وأطرح من بعدها سؤالي عليك، أو يمكنك أن تبدأي أنت بالإجابة بدون السؤال. الصورة الأولى نشاهدها. الصورة الأولى لمدير جامعة الإيمان في الشيخ اليمني الشيخ المجيد الزنداني. تضحكين؟ في عام 2012 صار في سجال طويل، صح ولا لا؟ سجال طويل بينكما، تجاوزت الأمر إلى مرحلة رفع الدعوة على صحيفة سعودية، صحيفة الحياة، لأقوال نسبت إليك. أنت قلتي كما أتى بأنه العلاج الذي يقدمه الشيخ الزنداني يوصل مرضى الإيدز إلينا جثثا هامدة. هو كان يقول أن لدي علاج يشفي من الإيدز. قبل الفاصل كنت تقولين ما في أي علاج يشفي، هي علاج للمعايشة والتعايش. إيش قصتك مع الشيخ الزنداني؟ في حقيقة أنا ما قلت شيء أصلا، أنا ما تكلمت في الموضوع. أنا كنت في مؤتمر كان في جدة، وأحد الطبيبات تحدثت عن الموضوع من خبرتها، وأنا أقول لك الكلام فعلا أنه في بعض الحالات أنا شفتها، أنه بدأ وأنا في المستشفى أنه كانوا يأخذوا العلاج وجوا على نقلت بالسرير. ولكن والحادثة هذه بالذات أنا ما تحدثت عن الزنداني ولا جبت سيرته ولا تكلمت عنه بأي موضوع. هو نسب لي على لساني بدل عن أحدى أخرى مثلا من الصديقات أو الطبيبات، هي أبدت رؤيتها ونسب الكلام لي. فمن أجل ذلك رفعت الدعوة؟ ما رفعت الدعوة، أنا هجمت بعد كده ونزل هاجمك الزنداني أو البيان اللي صدر؟ لا، الزنداني وعدد من الأخوة الموجودين هناك عنده باليمن أخذوا الموضوع على محمل الجد خلاص، وبدأت الأمور يعني تطاول بشكل غير مقبول. يعني كل شخص مثلا مفترض أنه هو حتى لو كان هذا رأيي، المفترض أنه هذا رأيي ما تبدأ الأمور بأنه محاكمة وما محاكمة وأمور مفروض أن احنا نترفع عنها. لكن البعض فهم بأنه جانب التداوي بالطب النبوي، استشفاء بالقرآن الكريم، تعتقدين أنه تقفين أمام موقف إيش أنت؟ موقف المعارض، موقف المؤيد، موقف اللي يقول والله ما عندي مشكلة سووه اعملوه؟ إيش موقف الدكتورة سناء فلمبان في موضوع العلاج والتداوي بالقرآن مع مرضى الإيدز؟ بالعكس، أنا طبيعي أنا مسلمة، وأنا أؤمن جدا بالعلاج بالقرآن وبالأدعية وبالزمزم وكل الأمور هذه والعسل، ولكن هذا إلى جانب علاج اللي هو طبعا العلاج الفيروس نفسه الدواء. المفترض ما نقف إحنا بشكل إحنا نوقف الدواء ده ونعتمد على الأمور هذه كلها، دي لها دور. العلاجات هي بتوقف نمو الفيروس، بتوقف من تدهور الجهاز المناعي، دورها كبير جدا في الحد من تدهور هذا الجهاز، وبالتالي يجعل الإنسان من يوقفها بشكل فجأة كذا قابل أنه هو يبدأ تدهور العلاج، تدهور الجهاز المناعي، يبدأ أنه هو يكون عرضة للأمراض، يمكن يكون يبدأ يعني تثبت إشكاليات كثير طويلة عريضة. المفترض أنه إحنا إذا لجأنا إلى الطب النفسي أو الطب النبوي أو أي طب آخر، المفترض إحنا ما نوقفها. وزي ما قلت لك الموضوع كانت حادثة ونسبت إلي بالخطأ، وبالتالي بعد طبعا تطور الموضوع اضطريت أنه أنا أرفع الدعوة على الصحيفة. كسبتيها ولا ما بعد كسبتيها؟ ولا ما زالت منظورة؟ من سنتين ما زالت منظورة. من سنتين ما زالت منظورة في لجنة تنظر في المخالفات الصحفية وزارة الثقافة والإعلام أو في جهة أخرى؟ لا، في وزارة الثقافة. طيب، إذن يعني ملف الزنداني هو ملف تعتقدين أنه مفتعل أكثر من عملية أنه واقع حصل؟ طبعا مفتعل، لانه انا ما اتحدث ابدا. وموجود التسجيل اللي يبين انه مين اللي تكلم وقتها، موجود يعني مسجله، كانت المؤتمر كان كله مسجل. طيب، شاهدنا وانت ايضا الصوره الثانيه التي اخترناها، واطلب منك التعليق عليها. الصوره الثانيه يا شباب. الطفله ريهام حكمي. في عندي أسئلة كثيرة يا دكتور، أسئلة كثيرة عن موضوع ريهام، لكن خليني بسأل السؤال اللي ممكن يفتح لنا نوافذ وممكن أنت من خلاله تغلقي النافذة أمام وجهي. ما حصل لريهام
ممكن أن يحدث لغيرها في مستشفياتنا؟ هنا أقول لك المفترض أنه ما يحدث، المفترض أنه ما يحدث. هو في نظام، إذا كان مين اللي بيطبق النظام هذا؟ إحنا أفراد المجتمع. إذا إحنا تجاهلنا النظام أو تعدينا الخطوط الحمراء في النظام هو قد يحصل، ولكن المسؤولية الفردية لكل شخص المفترض أن هو يتبع النظام بشكل كويس في التعامل مع مو بس مثلا فيروس الإيدز، حتى الفيروسات الأخرى مثلا الهيباتيتس بي وسي والأمور هذه كلها، أي واحد معرض للخطأ، ولكن إحنا مفترض إحنا نكون على قدر كبير من تحمل المسؤولية إذا وجدنا في مكان ممكن إحنا الخطأ يتعدى عننا. ريهام، تعتقدين بأنها صارت مثل ساحة المعركة بين الرأي العام ووزارة الصحة، كل طرف يحاول أن يثبت بأنه هو الصح وغيره المخطئ؟ أي شوف، طبعا وضع ريهام هي طبعا غلط، الموضوع اللي صار لها وغلط كبير جدا، وأنا جدا متفاعلة معها، ولكن الحمد لله. أنا بقول لك أنه الآن وضع ريهام هي تعتبر الحالة الأولى في العالم اللي انتقل لها الفيروس بالشكل ده وهي ما زالت الآن سليمة، فالحمد لله يعني بقدرة الله الوضع نقدر نقول أنه هو تم تلافي المشاكل ممكن تحصل بعد كده، وإن شاء الله أنه الأمور تنتهي على خير، وأتمنى أنه كل واحد أنه يكون على قدر المسؤولية في أداء عمله بحيث أنه هو ما يتعدى الخطأ إلى طرف آخر قد تصبح كارثة. بس ما أجبتني بشكل مباشر على السؤال، تعتقدين بأنها كانت مثابة ساحة المعركة، كل طرف يحاول أن يثبت وجوده، وزارة الصحة والرأي العام؟ هي مش ساحة معركة، ولا مين يثبت وجوده، ولا أنه الفيروس موجود ووزارة الصحة موجودة ولها خدمات احنا ما نقدر ننكرها، واللي بيمارسوا فيها الممارسين الصحيين هم أفراد مجتمع وهم بشر برضو، كلنا بشر وكلنا قد نكون عرضة للخطأ، ولكن الموضوع هو الرسالة أنه يا ريت كل أحد واحد فينا من الممارس الصحيين إذا كنا في موقف زي كده المفروض أن احنا نكون على قدر أكبر مما كان عليه في التعامل مع تطبيق النظام، وبالتالي ما حيحصل أي خطأ. بنوك الدم ما زالت آمنة بعد حادثة ريهام؟ ما تعتقدين أنه صار في حالة من حالات التوجس والخوف من بنوك الدم في السعودية؟ ما أعتقد، لأنه يعني بنوك الدم هي تعمل منذ فترة، طبعا أنت تتكلم معي في موضوع بعيد عني ويعتبر مختبرات، لكن أنا بقول رأيي يعني. أنه بنوك الدم هي من سنين وسنين وهي تعمل، وإذا حدثت فيها مثلا خطأ، وأنا الخطأ هذا أنا ضده طبعا، وأنه حصل من فرد من أفراد المجتمع فهو خطأ، ولكن انظر انه قديش بنوك الدم بتنقذ حياة ناس اخرين كثيرين كثيرين جدا. هو خطأ، وخطأ كبير وجسيم، ولكن هذا لا يعني ان احنا نبدأ ان احنا ننسى كل الطيب لبنوك الدم، وفي نفس الوقت نبدأ ناخذ حادثة زي هذه ونشن عليها هجوم، لانه في الاخر الممارس هو فرد من افراد المجتمع، كل من يعمل هم في أي قطاع من القطاعات هم أفراد مجتمع، وكلنا عرضة للخطأ، وقد يكون خطأ جسيم جدا زي الخطأ اللي حصل مع ريهام، والحمد لله ربي يعني أراد بها خير والأمور إن شاء الله تنتهي على خير. طيب بخلينا أختم الحلقة مع الصورة الأخيرة مشاهدها أنا وأنت وسادة المشاهدين، الصورة الأخيرة هذا لوجو أو شعار دشنا من أجل محاربة الإيدز في السعودية. نظارتك حتى إطار نظارتك لونه أحمر، يعني يبدو أنك منغمسة بشكل لا محدود في عملية أنه هذا الإيدز أو مرضى الإيدز والتعايش مع الإيدز والمستفيدين من العلاج هو همك الأول. كان في كرسي سألتك عنه، هو كرسي سعيد وعبد الله بن زقر لمرضى الإيدز، يعني كان يشكل حالة من حالات الدعم على أقل تقدير، أين موقعه من الإعراب الآن؟ هل في كراسي بحثية علمية متعلقة بمرض الإيدز في الجامعات السعودية ولا ما في شيء؟ لا طبعا، موضوع الكرسي انتهى بوفاة الشيخ الله يرحمه، حاليا ما في أي كراسي علمية خاصة بفعل فقط بالإيدز، غير موجودة. لا على فكرة الشعار هو احنا خدنا شعار الايدز إيه؟ واضفنا له الاخضر بحيث انه يكون اقرب الى النخله، يعني انه إيه؟ اعطيناه نوع من الطابع البلدي عندنا المحلي البلدي. يعني هذه سعوده الشعار.
احنا ان شاء الله يعني مو بس المساعدة الشارع، يعني ان شاء الله ان احنا يعني نحاول نكون يعني نقدم شكل خدماتنا بشكل يمكن يكون مميز اكثر، لانه احنا نشعر عموما يعني انه مرضى الايدز هم اللي يحتاجوا بصراحة موجود الى حد ما، وقد يكون فعلا اللي احنا نحتاجه فعلا موضوع افراد المجتمع انهم يتفاعلوا معهم بشكل ايجابي. هذا مطلبك الرئيسي؟ أنا أقول لك القطاعات الحكومية وزارة الصحة تتفاعل مع الموضوع طبعا، لأنه بحكم أنه هي واجبة هي جهة اختصاص هذه، يعني إذا ما تفعلت وزارة الصحة ما نقول لا طبعا هي تتفاعل في تقديم العلاج طيب، ولكن أنا أقول لك مين يتفاعل معنا؟ التربية والتعليم الآن تفاعلت معنا وبندرب مشرفين تربويين على تقديم الخدمات، وزارة الإعلام تفاعلت معنا، الشؤون الاجتماعية تفاعلت معنا، هم قطاعات حكومية، ولكن أنت تنظر إلى أفراد المجتمع للطبقة. الإيدز غالبا يقول لك أنه ما يظهر منه غير رأس الركام نفسه، معناته أنه يهتك بالبنية التحتية لأفراد المجتمع حتى تبدأ بعد كده المظاهر السيئة لردة الفعل على التنمية الاجتماعية والبشرية بشكل عام. أنا دكتورة سنة فلمبان، أملي يحدو أملك، أتمنى بأن تكلل جهودك وجهود فريق عملك بالنجاح والتوفيق في هذا المسار الشائك نوعا ما. أشكر لك حضورك، أشكر لك تلبية الدعوة الدكتورة سناء فلمبان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرضى الإيدز، كنت ضيفا معنا في الصميم. شكرا موصول لكم أنتم أيضا المشاهدين الكرام على المتابعة، الملتقي يتجدد بإذن الله غدا مع ضيف جديد بصحبة أسئلة تدور في الصميم. تقبل الله صيامكم وقيامكم، عشر مبارك علينا وعليكم، في أمان الله.